بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. لدينا سؤال يقول: ما حكم من يريد أخذ الربا لعلاج مريض شارف على الهلاك، ولا يوجد طريق إلا هذه الطريق؟ يقول: هناك فتوى لأحد الشيوخ يفتي بالمنع بطريقة عجيبة. طيب، نحن توسيعا للفائدة نقول: ما حكم أكل الربا للمضطر مطلقا، ليس للضرورة الطبية وحدها؟ يقول إنسان: والله أنا مضطر للبيت، أنا مضطر لأكل الطعام، ولا أجد من يقرضني إلا بالدين لأكل أنا وعيالي. قبل أن نخوض في هذه المسألة، لابد من تحرير المصطلحات. عليك أن تفرق بين الضرورة والحاجة والتحسين. في الشريعة يوجد أشياء ثلاثة: ضروريات، حاجيات، تحسينات. وكثير من الناس يخلط بين هذه الأشياء خلطا عجيبا ويقول: أنا مضطر. ما حد اضطرارك؟ يقول: والله يا أخي أنا البيت الذي عندي يعني التدفئة فيه قديمة، وأضع صوبة هذا، والبيوت الآن يوجد فيها تكييف مركزي وأشياء من هذا. هذا ليس ضرورة، هذا اسمه تحسين، لأنك تستطيع العيش بالطريقة القديمة ولا يوجد ضرر. الضرورة ما هي؟ الضرورة هي الأمر الذي لا تمكن الحياة معه، فإن أمكنت فبعسر شديد لا يحتمل عادة. حرر المصطلح، وبعد ذلك أنا أقول لك: الضرورات تبيح المحظورات. هذا بنص القرآن: إلا من يضطر غير باغ ولا عاد. إن لم تأكل الربا فستموت لا محالة، أو أنك لا تموت ولكن لا تستطيع أن تقف من شدة الإرهاق والتعب، هذا أنت مضطر، فيحل لك أكل الربا بقدر ما يسد الرمق. ما الذي يسد الرمق؟ هو الذي يجعلك تعيش، وهذا هو الذي يحل لك الميتة ويحل لك الخنزير. يحل أكل الخنزير في هذه الحالة. هذا بالقرآن، ليس من عندي: إلا ما يضطر غير باغ ولا عاد، يعني غير معتد في أكله. الشافعية وربما الحنابلة لهم تفسير للباغي والعادي هنا، هو أنه إذا خرج عن السلطان، إذا كان في سفر معصية، إذا كان مسافرا سفر معصية فلا يحل له الترخص. هذه طريقتهم في هذا. الحنفية يقول: لا، يعني لا يطلب، لا يعتدي على أحكام الله، لا يطلب الشبع أو يطلب الشهوة أو التلذذ بهذا وأشياء من هذا. إذن يحل الميتة، يحل لحم الخنزير، وأصلا الربا أخف من هذه الأشياء في حكم الشريعة. أتكلم في حكم البيوع. كيف يعني؟ يعني في حكم البيوع، ومن درس البيوع يفهم المصطلحات التي نتحدث عنها. بيع الربا فاسد. لماذا؟ لأنه مبادلة مال بمال مع زيادة، فضل خائن عن عوض. فأصله صحيح لكن وصفه غير صحيح. أما الميتة والخنزير والدم فذاتها باطلة، فهو أشد أصلا. فإذا الشريعة أحلت لك الميتة والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار، فالربا من باب أولى. لكن ما هو؟ قلت: من الضرر، مشتق من الضرر، تصعب الحياة معه، أو تمكن بعسر شديد لا يحتمل عادة. أعطيكم مثالا بسيطا حتى تعرف الضروري من الحاجي من التحسيني. هذا البيت الذي نحن نعيش فيه، وجود جدران وباب وشبابيك، هذه في حد الضرورة، خاصة في البلاد
الباردة، لأنك لا تستطيع أن تعيش في بلد مثل تركيا بدون أبواب وشبابيك، لكنك في أندونيسيا تستطيع أن تعيش وبسهولة. ورأيت مساجد كثيرة في أندونيسيا ليس لها أبواب ولا شبابيك، أنا رأيتها لا يوجد أصلا باب، أصلا باب لا يوجد، مظلة للمطر فقط. هناك حر ودفء، هنا برد شديد. فإذا الأبواب والشبابيك والجدران هذه في حيز الضرورة، فأنت بحاجة لبناء بيت في تركيا لابد أن يكون فيه أبواب وشبابيك. أما في أندونيسيا لا، المظلة كافية، المظلة كافية لأنه المطر هو الذي يؤذي الناس. أما الحر والجو معتدل، معتدل على مدى 24 ساعة وعلى مدار السنة كاملة، فلا حر ولا قر، لا حر شديد ولا برد شديد. إذن هنا الأبواب الشبابيك وقد الضرورة قد تكون مختلفة نسبية من شخص إلى شخص ومن بلد إلى بلد، فهنا الأبواب الشبابيك ضرورة. طيب جعلت الأبواب والشبابيك، تستطيع أن تقضي الحاجة، قضاء الحاجة في الخلاء الذي هو يعني الحمام الصحي الموجود في البيوت حاليا. في البادية وفي الريف الواحد لا يحتاج إلى هذا الخلاء، أعراف وبلاد كثيرة يذهب الواحد منهم إلى البر مثل الجيش، في الجيش هكذا يفعل الجنود، يأخذ معه الماء ويقضي حاجته بعيدا. لاحظ هذه حاجة صعب جدا عليك أنت في تركيا، نعم صحيح لا يوجد ضرر ولن تموت ها، ولكن يعني في عسر وفي أذية كبيرة وربما تعرض نفسك للمسائل القانونية ولمشاكل كثيرة جدا. إذن هذه وجود الخلاء داخل البيت بنظام معين الذي اعتاده الناس، هذا اسمه إيه؟ من الحاجيات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. عند ذلك إذا ليس عندك خلاء في بيتك فنقول لك لابد أن يكون. لا، هو يريد ماذا؟ سيراميك، سيراميك من أجل الجمال ومن أجل أيضا أن يمنع رشح الماء ومن أجل له فوائد، هذه اسمها تحسينات. إذن ضرورات، حاجات، تحسينات. الضرورة ما هي؟ شرحناها. طيب يجوز لك أكل الربا من أجل الضروري، لم تستطع أن تجد بيتا ولا يؤويك ويؤوي عيالك وأنت بحاجة لهذا الأمر، ولا أحد يقرضك وليس لك مال إلا عن طريق أخذ قرض، ففي هذه الحالة وأنت مضطر بدل أن تموت أنت وأولادك أو يصيبكم أمراض شديدة بسبب البرد وأمراض البرد، عند ذلك يحل لك أن تأخذ القرض الربوي في هذه الحالة من أجل الحياة. توسيع البيت ليس من الضرورات، قال والله البيت عندنا صغير ونحن عائلة كبيرة، لا أنتم تعيشون بصعوبة نعم صحيح، لكن هذا يعني بعض العسر، لست مضطرا لأنك عشت وتستطيع أن تعيش، ومثلك آلاف الناس يعيشون بدون تذمر. تريد رفاهية وتريد مكيف يا أخي، والله الحرارة ترتفع عندنا وتصل إلى 30 درجة، 30 درجة، وهناك الآن من الحرارة تصل إلى 45 درجة والمسكين يعيش بدون مكيف، والله وليس واحد، آلاف الناس 45 درجة، هذا ليس الضرورة، هذه هذه من التحسينات. أن تتنعم بالهواء البارد في الصيف الحار هذا من التحسينات ليس من الضروريات. وقس على هذا، لكن انتبه جيدا، هل الخمر تحل؟ أذكر جاني سؤال من جهات ما وراء النهر، يعني غالبا من كازاخستان، يقول لدينا حشرة من الحشرات تلسع المريض، وهذه إذا لم يأخذ الخمر فورا سيموت. ما أدري هو هكذا على كلامه وعلى زعمه، فهل هذا مضطر؟ قلت نعم مضطر،
هو الاشتباه عنده في ماذا؟ الاشتباه عنده في قضية ما جعل الله شفاكم فيما حرم عليكم. ففي النص الخمر ليست علاجا، هذا نص، ليس لك أن تتداوى بالخمر، ها، لكن هذا ليس دواء. فقلت له يجوز، هذا ليس دواء، هذا اضطرار. يحل لك أن تأخذ الخمر في هذه الحالة مثل من؟ مثل من يغص بلقمة ولا يوجد إلا كأس خمر لك أن تدفعها. ولذلك قال أحمد بن حنبل العطشان إذا وجد الخمر ليس له أن يشربها ولو مات. قال لماذا؟ يقول الخمر لا تروي الظمآن بل تزيد العطش عطشا. لاحظ هو يطلب الماء، وأنت عطشان تعطيه شيئا يطلب الماء سيتعب أكثر، بغض النظر عن كلام الإمام أحمد، لكن أقول هذا نظر لبعض الفقهاء. فالعلاج شيء والاضطرار شيء آخر. هذا الإنسان عنده عملية وسيموت ولا يوجد أحد يقرضه البتة، لا يجوز لك أن تأخذ قرضا من أجل إجراء عملية جراحية ستؤدي بك إلى الموت أو إلى عسر شديد يصعب جدا الحياة معه، وليس قد لا يكون الموت، قد يصاب بالعمى، العمى عسر شديد جدا، فمن الضرورات هذا أن يكون هذا. إذن شرحت لك الحالات وبينت لك معنى الضرورة، وكلمة الضرورة من الأشياء التي يخلط فيها كثير من العوام، وربما نصف المشايخ لا يفهمون معنى الضرورة وهم يفتون الناس بغير علم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.